السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من وورلد سبورتس. بنكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30. طبعا في البداية رحم الله شهداء النادي الأهلي في الذكرى 7، لن ننساكم أبدا في جنة الخلد إن شاء الله. أحداث عالمية كتيرة حصلت الأسبوع الماضي، أبرز الأحداث هي مباريات الكؤوس في إيطاليا. كلنا شفنا المفاجآت، روما بتخسر 7 وتخرج من بطولة الكاس، ومعها يوفنتوس اللي بيخسر من أتلانتا بثلاث أهداف مقابل الشيء، وأخيرا لاتسيو بيقصي فريق إنتر ميلان بضربات الجزاء بعد مباراة مثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي كأس إيطاليا هو الأقوى بين بطولات الكؤوس من حيث المفاجآت. في إنجلترا الشيء الكاس أمر طبيعي جدا، 4 بطولات بيلعبوا فيها، بطولة دوري، دوري أبطال، وبطولتين كاس، وبالتالي معظم الفرق بتركز على بطولتين هم الأكبر، هي الحصول على بطولة الدوري والحصول أو المنافسة على لقب دوري الأبطال، وبالتالي بيكون التركيز فيهم عالي جدا جدا جدا، وإعطاء الفرص للعيبة اللي مش بتشارك في البطولتين لبطولات الكاس سواء كاراباو كاب، كاس الرابطة، أو كاس الاتحاد الإنجليزي. هنروح لأسبانيا، وشفنا الأسبوع الماضي مباراة قوية جدا ما بين أشبيلية وبرشلونة، وبعد ما أشبيلية نجح أن يفوز على برشلونة 2-0 في ملعبه، برشلونة يعاقب أشبيلية بستة أهداف مقابل هدف في مباراة فيها كل فنون كرة القدم. علشان إحنا كجمهور كرة قدم يشاء القدر أن إحنا نتفرج على 3 ماتشات ما بين برشلونة وريال مدريد في شهر بالظبط. القرعة اتحسمت صباح اليوم بوقوع فريق برشلونة أمام فريق ريال مدريد، وأول مباراة هتكون الأسبوع القادم، هتكون يوم 6/2 إن شاء الله، يوم الأربعاء القادم الساعة 10 بتوقيت القاهرة. أما بعدها بأسبوعين هتكون مباراة العودة، بعدها ب3-4 أيام هتكون مباراة الثانية في بطولة الدوري اللي هتكون في ملعب سانتياغو برنابيو. جمهور كرة القدم أكيد متعطش وأكيد متشوق علشان يشوف القمة، إزاي ريال مدريد هيفقر لنفسه بعد الخماسية اللي تلقاها في ملعب الكامب نو، وإزاي برشلونة باللعيبة اللي محدش قادر يقف وسطها هتعمل إيه، وإزاي هتحافظ على لقب ملك كأس أسبانيا في مباراة قوية جدا جدا جدا. كالعادة كل مشاهدي ومتابعي كرة القدم في كل مكان أكيد هيتفرجوا عليها. طبعا امبارح كان آخر يوم في الميركاتو الشتوي وغلق باب القيد. عايز أتكلم مع حضراتكم سريعا كده في 2-3 على سر يعني عدم وجود أي صفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي. الميركاتو الشتوي الحالي مفيش فيه صفقات اللي عملت ضجة. في 4 أسباب عايز أقول لحضراتكم عليها من وجهة نظري، هم دول الأسباب اللي أدت إلى وجود أو عدم وجود صفقات في الميركاتو الشتوي بشكل قوي. عندنا استقرار الفرق الكبيرة، إن مفيش حد من الفرق الكبيرة عندها أي مشاكل حاليا. ريال مدريد بعد وجود سولاري أعتقد إن كل المشاكل انتهت، وبالتالي أيضا ريال مدريد بيدور على استثمارات أخرى وجلب أموال بطريقة أخرى في إنه يصرف على تجديد ملعبه اللي هيقوم بتجديد وتمويل الفترة القادمة علشان يزيد من السعة الجماهيرية، وبالتالي يزود بعض الأنشطة الترفيهية داخل الملعب، وبالتالي كل ده هيعود إليه باستثمارات مالية ضخمة جدا جدا، وبالتالي ريال مدريد بيوفر كل فلوسه في الفترة الحالية لملعب سانتياغو برنابيو. في نفس الوقت توتنهام أيضا من الفرق اللي بتوفر استثماراتها، وطبعا بالفعل جددت ملعب وايت هارت ليم واللي اتكلف 1,200,000,000 استرليني، ودي من ضمن الاستثمارات الأخرى اللي الأندية العالمية بتدور ليها في الفترة الحالية. ايضا كمان سياسه اللعب المالي النظيف، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الاثنين عليهم بعض علامات الاستفهام وعليهم بعض العقوبات اللي ممكن يتوقع عليهم لو الاثنين خلفوا سياسه اللعب النظيف. الايرادات والمصروفات لازم الاثنين يكونوا قد بعض، او الايرادات تكون اعلى من المصروفات، لكن المصروفات ما ينفعش تكون ابدا اعلى من الايرادات، وبالتالي من هنا بيحصل سياسه اللعب المالي النظيف، ان بيكون في رابط على كل ما هو مصروف من ادارات الانديه. وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي زي ما احنا عارفين بيضخوا اموال بطريقه كبيره جدا، وبالتالي عليهم السبوت لايت او عليهم مراقبه كبيره جدا من الاتحاد الاوروبي ومن الفيفا. ايضا بنتكلم على تضخم اسعار اللعيبه، كلنا شفنا
شفنا اسعار اللعيبه عاليه جدا جدا جدا. المبالغ دلوقتي اقل صفقه ب 98 مليون يورو ومليون استرليني، وبالتالي كل الانديه علشان تتعاقد مع لاعب نجم في الفتره الحاليه لابد من استخدام مبلغ 100 وشويه مليون علشان تتعاقد مع لاعب، والوقت ده بيكون وقت حرج جدا للانديه لسه يا دوبك بتجمع من الاستثمارات والايرادات اللي بتخش لها سواء من عقود رعايه او من تيكتس وتذاكر للجمهور داخل الدوريات، وكمان كل الانديه بتستعد ايضا الى دوري ابطال اوروبا، وبالتالي تضخم اسعار اللعيبه زي ما شفنا في الصيف فيرجيل فان دايك على سبيل المثال بيتخطى ال 80 مليون، ايضا كيبا الحارس مرمى اتلتيك بلباو اللي بينتقل من اتلتيك بلباو وهو حارس غير دولي لعب فقط 3 مباريات دوليه انتقل بعديها الى نادي تشيلسي بمبلغ يتخطى ال 80 مليون، ايضا هو اغلى حارس مرمى في التاريخ. كل الارقام اللي حضراتكم بتسمعوها خلت كل الفرق بقى عندها حذر كبير جدا في التعاقد مع نجوم، وكله بقى يعني هيصبر للانتقالات الصيفية القادمة علشان يتعاقد مع اللعيبة اللي كلنا بنسمع عنها، لكن لحد دلوقتي خلاص الباب الانتقالات الشتوي اتقفل تماما، كله أخذ اللي هو عايزه في الفترة الحالية. وأفكر حضراتكم بحاجة أخيرة، إن معظم الانتقالات بنسبة 99% أو 98% هي انتقالات على سبيل الإعارة مع تفعيل خيار الشراء في الانتقالات الصيفية القادمة. هنروح لفاصل سريع وبعديها نرجع نكمل كل ما هو جديد في أحداث الكرة العالمية وورلد سبورتس، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، هنبدأ بالصحف العالمية والأغلفة زي ما حضراتكم متعودين معانا علشان نشوف أبرز الأحداث والصحافة بتتكلم بتقول إيه في الأسبوع الماضي والأسبوع اللي شهد مفاجآت قوية جدا في بطولات الكأس. هنبدأ مع حضراتكم بالصحف الأسبانية وماركا الأسبانية بتقول إيه؟ كريم بنزيما قدم عرضا رائعا وسجل هدفين أمام جيرونا في مباراة انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-1 ويتخطى هوجو سانشيز على قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد. موندو ديبورتيفو ليونيل ميسي ولاعبو فريق برشلونة حضروا أمس حفلا خاصا لافتتاح سيرك دي سولي الذي سيعرض قصة حياة النجم الأرجنتيني، كما أبرزت الصحيفة توقيع برشلونة مع المدافع جان كلير توديبو بالإضافة للظهير الأيمن إميرسون من أتلتيكو مونيرو. وأيضا بعض الأخبار اللي قالت إن لويس سواريز قال لا نخشى مواجهة ريال مدريد في كأس الملك. سبورت الكتالونية بتقول نرغب في الفوز بكافة البطولات. تصريحات لويس سواريز قال أظهرنا الرغبة والطموح أمام أشبيلية للفوز بكل الألقاب هذا العام، كان من المؤلم بأن يبحث النادي عن مهاجم آخر دون علمي. وتحدثت الصحيفة أيضا عن صفقات برشلونة الأخيرة بقولها البارسا سيقدم اليوم الجمعة لاعبه الجديد توديبو، كما توصل الاتفاق مع إيمرسون الذي سيعار إلى ريال بيتيس. سوبر ديبورتي بتقول فالنسيا نجح في اللحظات الأخيرة بالاتفاق مع تشيلسي وكريستال بالاس على انتقال ميشي باتشواي للأخير. إيطاليا وإيه اللي بيحصل في إيطاليا وكلام كتير على الصحف الإيطالية ولا جازيتا دولو سبورت. بياتيك ده طبعا المهاجم البولندي اللي انتقل أخيرا من إلى ميلان ونجح في مباراة نابولي الأخيرة أنه يحرز هدفين في المباراة اللي انتهت ما بين ميلان ونابولي 2-0. صفقة أعتقد كلفت خزينة ميلان حوالي 30 مليون يورو. وبياتيك أفضل توقيع في الميركاتو الشتوي الإيطالي. خيبة أمل للإنتر بعد توديع كأس إيطاليا على يد لاتسيو، ورصد أنتوني كونتي بالقرب من مكاتب إنتر ميلان وسط توقعات بقرب رحيل إسباليتي. كوريري دولو سبورت بتقول سانسيرو لاتسيو يقصي إنتر ميلان بركلات الترجيح. المباراة ذهبت إلى ركلات الجزاء وخطأ نيانجولان كان حاسما وإنزاجي في الدور نصف النهائي مع ميلان. وجيمس بالوتا يتابع ما يحدث في روما ومونشي سيعلن بقاء دي فرانشيسكو. توتو سبورت السر الكبير في يوفنتوس بعد كارثة بيرجامو.
برجامو هي مباراة أتلانتا اللي خرج فيها يوفنتوس بثلاث أهداف مقابل لا شيء. هناك تفاؤل كبير بشأن تعافي كليني وتقصير مدة غياب ليوناردو بونوتشي. غضب رونالدو يثير حفيظة البيانكوناري، وأليجري يهتم بزيادة تركيز اللاعبين ومعالجة الأخطاء. توقعات بعودة الكرواتي ماريو مانزوكيتش للمشاركة أمام بارما، وإنتر ميلان يودع كأس إيطاليا، وكونتي يبدأ الاستعداد ومستقبل سباليتي على الحافة بشكل كبير. نروح للصحف الإنجليزية ونبدأ بالديلي إكسبرس. هم يجهلون ما يتوجه عليهم فعله. ساري يجب أن يغير من طريقته من أجل الحفاظ على وظيفته في تشيلسي. والمخضرم بيتر كراوتش يعود للمنافسة على المستوى الكبير وهو في سن ال 38، وبينتقل من ستوك سيتي إلى فريق بيرنلي علشان يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد. ديلي ستار: هم لا يستمعون إليه. تعليق ساري المحبط بعد رباعية بورنموث. رجل الرقم القياسي ميجل ألميرون يصل إلى نيوكاسل. بالمناسبة يا جماعة، ميجل ألميرون منتقل من الدوري الأمريكي إلى الدوري الإنجليزي بصفقة 21 مليون باوند إنجليزي، والصفقة دي هي الأغلى منذ أن تعاقد نيوكاسل مع مايكل أوين في سنة 2005 ب 17 مليون باوند. يعني بنتكلم في حوالي أزيد من 10 سنين نيوكاسل لم يتعاقد مع لاعب بهذه القيمة. أخيرا الميرور يبدو أن ساري يخشى تجاهل لاعبي البلوز، وقصة طويلة أخرى لبيتر كراوتش. خلصنا مع حضراتكم أخبار الصحف العالمية، تعالوا نشوف ونتابع إزاي الأسبوع الجديد هيبدأ من خلال ترتيب جداول الدوريات والمباريات القادمة في بطولات الدوري. هنبدأ مع حضراتكم بالدوري الإنجليزي الممتاز وجدول الترتيب. زي ما حضراتكم شايفين، ليفربول في المركز الأول ب 61 نقطة، مانشستر سيتي في المركز الثاني ب 56 نقطة، وتوتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث 54 نقطة، وأرسنال في المركز الرابع 47 نقطة، معاه في عدد النقاط فريق تشيلسي في المركز الخامس ب 47 نقطة. نروح للجدول الأسباني، وبرشلونة في صدارة الترتيب ب 49 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد ب 44 نقطة، بعديهم ريال مدريد 39 نقطة في المركز الرابع، أشبيلية 36 نقطة، وديبورتيفو ألافيز في المركز الخامس 32 نقطة. أخيرا الدوري الإيطالي، يوفنتوس في المركز الأول 59 نقطة، ونابولي في المركز الثاني 48 نقطة، وإنتر ميلان في المركز الثالث 40 نقطة، وإسي ميلان في المركز الرابع ب 35 نقطة، وروما في المركز الخامس ب 34 نقطة. نروح للمباريات القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهنبدأ معاكم من بكرة السبت 2 فبراير والساعة 2:30، توتنهام هوتسبيرز مع نيوكاسل، الساعة 5 تشيلسي وهادرسفيلد تاون، أيضا الساعة 5 إيفرتون وولفرهامبتون، بيرنلي وساوثهامبتون في الساعة 5 أيضا، وكريستال بالاس وفولهام الساعة 5، وبرايتون وواتفورد الساعة 5، وأخيرا الساعة 7:30 كارديف سيتي وبورنموث. يوم الأحد 3 فبراير ليستر سيتي ومانشستر يونايتد الساعة 4:05 بتوقيت القاهرة، ولقاء القمة والمنتظر والقوي جدا، واللي إن شاء الله أيضا يكون في صالح فريق ليفربول، مانشستر سيتي وأرسنال الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة. أخيرا لقاء يوم الاثنين ما بين ويست هام يونايتد وليفربول الساعة 10 بتوقيت القاهرة. نروح لجدول الدوري الأسباني من المباريات القادمة، ويوم الجمعة الساعة 10 النهاردة هويسكا هيلاعب بلد الوليد، بكرة إن شاء الله السبت 2 فبراير ليفانتي وختافي، الساعة 2 ريال سوسيداد وأتليتيك بلباو، الساعة 5:15 ولقاء قمة قوي جدا الساعة 7:30 برشلونة وفالنسيا، وأخيرا الساعة 10:45 سيلتا فيجو وأشبيلية. يوم الحد 3 فبراير فيا ريال وإسبانيول الساعة 1، ريال بيتيس في مباراة قوية أمام فريق أتلتيكو مدريد الساعة 5:15،
وإيبار أمام جيرونا الساعة 7:30، وأخيرا 10:45 ريال مدريد وديبورتيفو ألافيز يوم الاثنين 4 فبراير الساعة 10، رايو فايوكانو مع ليجانيس في آخر جولات الأسبوع 22 من منافسات الدوري الأسباني. ونروح للدوري الإيطالي ونشوف إيه أخبار الجدول. بكرة السبت 2 فبراير الساعة 4 إمبلي وكييفو فيرونا، الساعة 7 نابولي وسامبدوريا، ويوفنتوس وبارما الساعة 9:30. يوم الأحد 3 فبراير سبال وتورينو الساعة 1:30، وأودينيزي وفيورنتينا الساعة 4، جينوا وساسولو الساعة 4، إنتر ميلان وبولونيا الساعة 7، وأخيرا لقاء القمة المرتقب والمنتظر الساعة 9:30 روما وميلان على ملعب الأولمبيكو. وهنرجع بقى لنتابع علشان خاطر نجمنا المصري محمد صلاح، نشوف هدافي الدوريات الكبرى، ونروح للدوري الإنجليزي ونبدأ معاكم بنجمنا المصري محمد صلاح اللي عنده 16 هدف في الدوري الإنجليزي، وأوباميانج 15 هدف، هاري كين 14 هدف، وسيرجيو إجويرو 11 هدف، وإيدن هازارد 10 أهداف، وأخيرا كاليوم ويلسون لاعب نادي بورنموث ب 10 أهداف. نروح للدوري الأسباني ونتابع مين متصدر جدول الهدافين. ميسي ب 19 هدف، يليه لويس سواريز 15 هدف، وكريستيان ستواني لاعب جيرونا 12 هدف، وأنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد 10 أهداف، ووسام بن يدر اللاعب الفرنسي التونسي الأصل لاعب أشبيلية ب 10 أهداف، وإياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو ب 10 أهداف. نروح للدوري الإيطالي ونتابع ترتيب هدافي الدوري الإيطالي ونشوف رونالدو قرب ولا لسه. صاحب المركز الأول طبعا فابيو كولاريلا لاعب نادي سامبدوريا 16 هدف، رونالدو في المركز الثاني ب 15 هدف بيتساوى معاه زاباتا لاعب أتلانتا ب 15 هدف، وبياتيك المنتقل حديثا إلى إي سي ميلان ب 13 هدف، وميليتش لاعب نابولي ب 11 هدف، وإيموبيلي لاعب لاتسيو ب 11 هدف. كده احنا خلصنا مع حضراتكم ترتيب جداول والمواجهات القادمه، وايضا هدافي الدوري العالميه او الدوريات العالميه. هنروح لشويه اخبار موجوده معانا، وبعديها هقول لحضراتكم على ابرز الانتقالات سريعا وابرزها. والانتقالات اللي تمت في شهر واحد معظمها كان على سبيل الاعاره، لكن هنبدا معاكم بالاخبار وهنتابع ايه اللي حصل خلال الاسبوع الماضي، وهرجع معاكم ب نشرة سريعة خاصة بالانتقالات الشتوية. أول خبر كلاسيكو 2019 بين برشلونة وريال مدريد، وهو أول كلاسيكو في العام الجديد، والمباراة الأولى إن شاء الله هتكون يوم 6/2 يوم الأربعاء القادم الساعة 10 بتوقيت القاهرة، بعديها بأسبوعين لقاء العودة يوم 27/2 علشان تخلص لقاءات الكأس ونشوف مين المتأهل، وبعديهم على طول بأربع خمس أيام هتكون المواجهة الثانية في بطولة الدوري اللي هتكون على ملعب سانتياغو برنابيو. يعني القدر هيخلينا نشوف ثلاث لقاءات لبرشلونة وريال مدريد في أقل من شهر. سيسي مديرا فنيا للسنغال حتى 2021، طبعا استقرار كبير جدا في السنغال، ومكملين مع مدير فني عارف يعمل إنجاز ويقود المنتخب السنغالي لإنجازات قوية جدا، سواء من خلال مشاركته في كأس العالم أو من خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية. برشلونة يضم أميرسون ويعيره إلى ريال بيتيس لنهاية الموسم. أميرسون لاعب أتلتيكو مونيرو البرازيلي بيتعاقد مع برشلونة في آخر لحظات الميركاتو الشتوي، وهو بيلعب ظهير أيمن في نفس الوقت اللي بيعيره فيه لنهاية الموسم مع ريال بيتيس علشان يكتسب بعض الخبرات قبل ما يلعب مباشرة إلى نادي برشلونة. برشلونة يتعاقد مع الفرنسي توديبو ويرتدي قميص تشافي. توديبو منتقل من الدوري الفرنسي وهيلبس رقم 6 مع برشلونة. توديبو بيلعب في مركز قلب الدفاع، وهو المركز اللي دايما عليه بعض علامات الاستفهام
في برشلونة، وأيضا هو كثير الإصابات، أي حد بيجي بيبقى حظ وحش جدا في المركز ده وبيتصاب وبيقعد فترة طويلة. آخرهم طبعا أومتيتي اللاعب الفرنسي المنتقل أيضا إلى سفو برشلونة من الدوري الفرنسي، وخاصة مارسيليا. مارادونا: الفيفا عاملني مثل الكلاب. تصريح كالعادة من مارادونا اللي دايما بيثير الجدل والكلام، وكالعادة قال يعني لو اتكلمت هقول كل حاجة وهعيد وازيد في الفيفا بيعمله، وده مش غريب أبدا على مارادونا. رسميا كاجاوا إلى بشكتاش، كاجاوا بينتقل من فريق بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة إلى بشكتاش والدوري التركي، ومغامرة جديدة في الدوري التركي. وأيضا رسميا بيتر كراوتش ينضم إلى بيرنلي قادما من ستوك سيتي، وكالعادة بيلبس رقم 15. بالمناسبة بيتر كراوتش زي ما حضراتكم أكيد عارفين أنه عنده 38 سنة، فبيعني بيعرف ان هو يتعامل كويس جدا مع طول القامه اللي موجوده عنده والميزه اللي موجوده عنده في التعامل مع الكرات العرضيه والراسيه، وده اللي محتاجه نادي بيرنلي في الفتره القادمه. ومارسيال يمدد عقده مع مانشستر يونايتد ل 2024، الخطوه اللي اتاخرت كتير جدا بسبب وجود مورينيو، لكن بعد رحيل مورينيو وقدوم سولشاير بيقدر ان هو يقنع اللاعب في البقاء مع الشياطين الحمر لحد 2024. ومانشستر يونايتد يرفض التجديد ليونج موسمين ويفرض شروطه. طبعا أشلي يونج واحد من اللعيبة أكيد المميزين مع برشلونة، لكن بعض جمهور مع مانشستر يونايتد آسف. أشلي يونج شروط مانشستر هو التعاقد معاه موسم واحد فقط لا غير، في نفس الوقت اليونج عايز يجدد لموسمين، وده اللي رفضه مانشستر يونايتد. ولسه هنشوف مين الرغبة اللي هتحسم الأمر، هل رغبة اللاعب هتفرض شروطها ولا النادي هو اللي هيفرض شروطه على أشلي يونج، ولا الطرفين ما يتفقوش في الآخر. كارتيرون يقود ميران الرجاء البيضاوي المغربي بعد ما تعاقد مع نادي الرجاء لنهاية الموسم، وزي ما حضراتكم شايفين أن أي مدير فني بيغادر النادي الأهلي يعني بيتم التعاقد معاه مباشرة في المحيط العربي والمنطقة العربية وشمال أفريقيا. جريده بعد ما غادر النادي الأهلي رجاء المغربي أيضا تعاقد معاه بعديها بفترة بعد رحلة في أيضا الخليج. وباتريس كارترون أيضا بعد رحيل جريده نادي الرجاء المغربي بيتعاقد مع كارترون. طبعا جريده يعني للأسف المرتين اللي مشي فيهم وتم إقالته مع النادي الأهلي بعد الكونفدرالية، وأيضا مع الرجاء المغربي بعد الكونفدرالية، لكن كارتيرون بيستعد للسوبر الأفريقي أمام فريق الترجي التونسي في أولى مواجهاته اللي هتكون على لقب وعلى بطولة مع الفريق المغربي. كل التوفيق لمستر باتريس كارتيرون. بوتراجينيو مشوقا للغايه مشاهده ثلاث مباريات كلاسيكو في شهر واحد، واحد من نجوم نادي ريال مدريد وطبعا الهدافين التاريخيين لنادي ريال مدريد. سولشاير انصح مارسيال بالسير على خطى رونالدو، اكيد واحد من الاساطير اللي لابد ان تكون مثل اعلى لكل لاعبي فريق مانشستر، وهو كريستيانو رونالدو. لاعبو تشيلسي غاضبون على ساري، هنشوف هل يستمر مسلسل كومبينة لاعب تشيلسي على المدربين في الفترات الأخيرة، ولا ساري بقوة شخصيته هيقدر أنه يفرض السيطرة بالكامل على غرف خلع الملابس. وتديبو في أول تصريح بعد انتقاله إلى نادي برشلونة أعلم أهمية قميص رقم 6 بالنسبة للكاتالوني. كافاني يحتفل بجائزة أفضل لاعب لاتيني لعام 2018. وأخيرا في الأخبار العالمية، NBA ليبرون جيمز يقود ليكرز للفوز على كليبرز، لعشاق طبعا كرة السلة العالمية. أخبار محترفين المصريين، ونشوف إيه اللي حصل معاهم في الأسبوع الماضي. محمد صلاح مرشحا لجائزة لاعب الشهر في ليفربول، وده أمر طبيعي جدا بالنسبة للاعبنا المصري. رسميا كريم حافظ يزامل تريزيجيه في قاسم باشا حتى نهاية الموسم، منتقلا من بشاكشير على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. بشاكشير يوجه رسالة إلى كريم حافظ بعد انتقاله لفريق قاسم باشا، وقاسم باشا رفض عرضا جديدا من جلاتا سراي لبيع تريزيجيه،
وعمرو ورده يساهم في تعادل اتروميتوس مع هيراكليوس بالدوري اليوناني، واخيرا شيكابالا يفشل في العوده الى مصر وابولون يتمسك باللاعب. سريعا هقول لحضراتكم بعض الانتقالات اللي تمت في الميركاتو الشتوي الاخير. نبدا معاكم في تشيلسي. تشيلسي ابرز التعاقدات اللي تمت، كريستيان بوليزيتش من بروسيا دورتموند، لكن ده هيتم التعاقد معاه رسميا بعد نهايه الموسم، لكن الصفقه كلفت نادي تشيلسي 58 مليون باوند. جونزالو هوجوين اعاره من ميلان الى تشيلسي، وفابريجاس بينتقل من تشيلسي الى موناكو، وفيكتور موزيس بينتقل على سبيل الاعاره الى نادي فنربختشا التركي. نادي انتر ميلان سيدريك سواريز بيتعاقد معاه على سبيل الاعاره من نادي ساوثهامبتون. اما اي سي ميلان بيتعاقد مع طبعا بياتيك المهاجم المنتقل من صفوف نادي جنوا بمبلغ 30 مليون باوند. برشلونه بيتعاقد مع اميرسون ويعيره الى نادي ريال بيتيس، وبيتعاقد مع موريلو من فالنسيا على سبيل الاعاره، وبواتينج ايضا على سبيل الاعاره. واللعيبه اللي خرجوا من برشلونه هم باكو الكاثير ومنير الحدادي. باكو الكاثير مشي ب 22 مليون باوند الى نادي بروسيا دورتموند، ومنير الحدادي بمليون باوند. ريال مدريد تعاقد مع ابراهيم دياز ب 15 مليون يورو، وتوتنهام هوتسبيرز نادي موسى دامبلي بيتعاقد مع نادي جوانزجو ليذهب الى الدوري الصيني علشان يغامر في مغامره من جديد في نوعها بالنسبه لموسى دامبلي. ده كانت كل الاخبار العالميه اللي موجوده معنا. هنروح لفاصل سريع وبعديها هنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني الفتره اللي جايه او الشهور اللي جايه سواء شهر فبراير او شهر مارس هيكون فيها احداث كبيره جدا، لكن قبل ما نروح اتكلم معاكم شويه عن ابرز المواجهات هنروح الى ايطاليا مع ايمانويل جوليانيلي الصحفي بجريده كوريري ديلا سيرا علشان نتكلم معاه على اخر الاخبار اللي موجوده في الكره الايطاليه. مستر ايمانويل ويلكم تو الاهلي تي في. هلو ثانك يو. Everything is good. Yeah, everything fine. Yeah, thank you. I want to ask you about the reactions of the Italian newspapers after the great defeat of Roma against Fiorentina, 7-1 in the Italian Cup. That's been really, really disappointing because it has been a very huge defeat. So no one expected, of course, a defeat like this for Roma, because Roma at the starting of the season they were one of the team's favorites to reach one of the four places for the Champions League, and every Roma supporter thought that Roma could have done a really good season, and they wanted to do well even in Coppa Italia, because it's been a long time that Roma don't win the Coppa Italia. But this defeat, I think that can mean that Roma is living a very hard period. I think that they are living a sort of crisis. And I think that Giuseppe Di Francesco is really risking to be fired. I think that the match against Milan will be crucial for him, for his future, for the future, and then for his future in the club. I will translate to the audience and I'll be back to you with the second question. في البداية سألته على رد فعل الصحافة الإيطالية على خسارة فريق روما من فيورنتينا بسبع أهداف مقابل هدف في الكاسة الإيطالية. قال لي طبعا كل الصحافة مستغربة من النتيجة الكبيرة اللي خسر بيها فريق روما بالرغم من أنه بيأدي بشكل مش بطال في بطولة الدوري، وبالتالي المباراة القادمة أمام إسي ميلان اللي هتبقى ما بين روما وميلان هي نقطة فاصلة في بقاء أو إقالة دي فرانشيسكو المدير الفني الحالي لنادي روما الإيطالي. Mr. Emmanuel, I want to ask you about the interest of the Italian clubs for the Egyptian players, Ramadan Sobhi and Trezeguet and El Nenni.
Is it true or is it is just rumors of the newspapers and the websites in Italy? I think that these news, I think, are mainly reported by Egyptian newspaper, and even I read something on English newspapers, but in Italy there are not so many reports about the interest in these players. I mean, the only one that I really think was reported by Italian media was interest for El Neni by AS Roma, and even from Lazio. I think that could have been a sort of derby, a Roma derby for this player. Yes. But as you know, in January, none of them did this deal. So I think that all will be postponed in next June. But I think that Roma could be favorite because they have very good relationship with Egyptian agents, especially since the time when they took Mohamed Salah. So I think that Roma could be a very good destination for him. سألته وقلت له في أخبار بيتم تناولها في الصحافة الإيطالية ليها علاقة بالتعاقد أندية إيطالية مع لعيبة مصرية زي رمضان صبحي وتريزيجيه أو محمد النني. قال لي أنا يعني ما قريتش في صحف إيطالية حاجة بتثبت هذا الكلام. ممكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن يكون صح وهو روما إنها ممكن تتعاقد مع لعيبة مصرية بس مش الفترة الحالية، الفترة اللي جاية، علشان بيربط روما علاقة جيدة منذ وجود محمد صلاح مع الفريق. كلنا كنا سمعنا عن محمد النني وإعارة أخيرة لنادي روما، لكن كل حاجة انتهت في لحظة ومحمد النني باقي أيضا مع فريق أرسنال. Mr. Emmanuel, I want to ask you about Antonio Conte's future. He's watching now a lot of games in Calcio and Serie A, and he's waiting to be hiring in any club the next period. We heard about Inter Milan that he will be near and close to be the head coach of Inter Milan the coming period. Is it true also, or it's rumors? I think that is partially true. I mean, Antonio Conte has decided to stop for this season. Yes. He didn't accept any offer, even if some clubs still have been interested in him. For example, AC Milan would have taken him to replace Gattuso, but they decided to keep Gattuso because Antonio Conte refused to come in the team during the season. For the next year, you want the club to start the season because you don't want to take the club on the run. And yes, I can say that the target number one of Inter Milan will be Antonio Conte for sure, because the relationship with Spalletti is going very bad, as you can see from the last match against Torino, from the elimination in the Coppa Italia. The new management of Inter, the Chinese ownership, has decided to bet very high on a coach that is so important like Antonio Conte to try next year to win the Scudetto. سألته على هل أنطونيو كونتي بعد يعني ما تم رصده أنه بيشاهد لقاءات في الدوري الإيطالي بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة، هل ممكن يكون موجود في أحد المقاعد لتولي تدريب أحد الفرق الكبرى خلال الفترة القادمة؟ قال لي يعني كلام ده حقيقي فعلا، لكن أنطونيو كونتي هو قريب لنادي انتر ميلان خلفا لسباليتي اللي علاقته سيئة جدا حاليا بالإدارة، وبعد النتائج السلبية اللي بيؤديها مع النادي الإيطالي كونتي هو أحد الأسماء المرشحة بقوة، لكن كونتي بيرفض أنه هو يكون موجود من نص الموسم وبيفضل أنه يبدأ الموسم. مداخلة مهمة جدا اطمنا بيها على كل ما يدور من أحداث في إيطاليا. كل أسبوع بيكون معنا مداخلة من بلد علشان نجيب المعلومة من داخل البلد نفسها، وعلشان نأكد لحضراتكم أي معلومات بيتم التداول بيها في مصر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو في الصحافة أو الصفحات الرياضية بشكل عام. قبل ما نروح للمكالمة كنت بقول لحضراتكم إن شهر فبراير ومارس شهور مهمة جدا وقوية جدا، فيها مباريات لبعض الأندية نارية
ومن العيار الثقيل ريال مدريد عنده مهمة شاقة جدا في شهر فبراير، عنده يوم 8 فبراير 6 فبراير آسف برشلونة، و9 فبراير عنده أتلتيكو مدريد، ويوم 13 فبراير هيبدأ لقاءاته في دوري أبطال أوروبا أمام فريق أياكس، و27 فبراير مباراة برشلونة والعودة من مباراة كأس ملك أسبانيا، 2 مارس مباراة برشلونة في الدوري الأسباني، و5 مارس لقاء العودة لدوري الأبطال وهي أمام أياكس. وبالتالي ريال مدريد وسولاري عندهم مهمة شاقة جدا 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 خلال الشهر الحالي وأول أسبوع من شهر مارس. نفس الكلام بينطبق على مانشستر يونايتد وسولشاير، اللي فات ده كله كوم واللي جاي ده كوم تاني خالص. مانشستر يونايتد عنده لقاءات هتبدأ من أول 12 فبراير بلقاء باريس سان جيرمان، 17 فبراير تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، 24 فبراير هيلاقي فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، و27 فبراير كريستال بالاس، 2 مارس ساوثهامبتون، ويوم 6 مارس لقاء باريس سان جيرمان والعودة من دوري أبطال أوروبا، 10 مارس هيلاقي فريق أرسنال، و16 مارس مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي. وبالتالي بنتكلم في شهر فبراير وشهر مارس هيكونوا من الشهور الأقوية جدا 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 في كرة القدم. حضراتكم أكيد تابعتم وشفتم آخر الأحداث اللي تمت الأسبوع الماضي، أبرز الأحداث هو غضب جمهور تشيلسي على طبعا لعبته والجدال والخلاف اللي حدث في المباراة الأخيرة أمام فريق بورنموث. بورنموث بيفوز على تشيلسي 4-0. بعد المباراة القائمين على العمل داخل الملعب الخاص ببورنموث سمعوا زعيق شديد جدا، ويعني حديث طويل جدا دام لأكثر من 40 دقيقة ما بين ساري ولعبته. ساري خرج فيها كل الجهاز الفني والإداري والطبي من الأوضة علشان يتبقى هو مع اللعيب. في الوقت هنا اللي هقول لحضراتكم مين اللي هيقدر يفوز، هل المدير الفني صاحب الشخصية القوية اللي هيقدر يفوز، ولا اللعيبة بالالتفاف وزي ما بنقول بلغة الكرة ان هم بيعملوا كومبينة وبيتفقوا على المدير الفني علشان يخرجوه من النادي، هل هم دول اللي هينتصروا؟ ساري من المدربين المعروفين بقوة الشخصية، وبالتالي انا اعتقد ان هو قادر على يعني قيادة الامور في نادي تشيلسي في غرف خلع الملابس، وهي دي اهم قيادة فنية، ان انت تقود خارج الملعب قبل جوه الملعب علشان يكون في ايدك كل زمام الامور. طبعا بيب جوارديولا بيحقق ارقام قياسية في الدوري الانجليزي. بيب جوارديولا لعب لحد دلوقتي 151 مباراة، بيفوز في 109 مباراة، حصل على بطولة الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة والسوبر الإنجليزي، وهو المعروف بكأس الدرع الخيرية. يعني أرقام بنقول لحضراتكم بعض الأرقام اللي موجودة في كرة القدم العالمية والخاصة بالأندية الكبرى. طبعا هيجوين بعد ما انتقل إلى نادي تشيلسي على سبيل الإعارة من نادي يوفنتوس لعب لقائين مع نادي تشيلسي، واحد في بطولة الكاس وواحد في بطولة الدوري، لعب 65 دقيقة لم يحرز أي أهداف، لم يصنع أي هدف، وطبعا ما صنعش أي فرص خاصة بزمايله، وأيضا لم يسدد أي تسديدة ووقع في الأوفسايد أو التسللات مرتين. وطبعا يعني رونالدو بقى في لسه كنا بنتكلم مع حضراتكم ان الصحافة الإيطالية عندها بعض المشاكل اللي موجودة مع رونالدو، أو في انقلاب على رونالدو بسبب هبوط مستواه اللي كان معروف عنه مع نادي ريال مدريد، فعملوا مقارنة بسيطة جدا لما رونالدو كان موجود في ريال مدريد ومع يوفنتوس. رونالدو في نهاية يناير مع ريال مدريد الموسم الماضي سجل 20 هدف من 26 مباراة، رونالدو مع اليوفنتوس ب 29 مباراة بيسجل فقط 17 هدف،
وهنا ده السؤال اللي سألته لإيمانويل الصحفي الإيطالي على سبب انقلاب أو هل يوجد علاقة سيئة ما بين رونالدو والصحافة الإيطالية، وهو الأمر اللي نفاه تماما إيمانويل الصحفي الإيطالي، وقال إن رونالدو لاعب كبير جدا وده أمور بتحدث على السوشيال ميديا. الأرسنال وأوباميانج، وأوباميانج بيتخطى تييري أونري في أسرع اللعيبة اللي بتسجل 25 هدف في عدد مباريات مع نادي أرسنال. أوباميانج بعد 37 مباراة مع نادي أرسنال بينجح أن يوصل للهدف رقم 25، وطبعا تييري أونري كان سجل 25 هدف بعد 42 مباراة. واضح أن أوباميانج منطلق مع نادي أرسنال وهو مهاجم فعلا من العيار الثقيل والطراز الفريد، لكن في نفس الوقت اللي بتكلم فيه على جوارديولا وأرقامه القياسية بيفشل في معادلة رقم جوزيه مورينيو بعد أول 100 مباراة. أول 100 مباراة مورينيو بيحقق فيهم 237 نقطة في الدوري الإنجليزي، جوارديولا في الدوري الإنجليزي بعد 100 مباراة بينجح في تحقيق 234 نقطة، يعني بتكلم في 3 نقط فارق بس. المباراة نيوكاسل هي اللي كانت فارقة بشكل كبير جدا 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 في المفارقة، يعني مباراة نيوكاسل لو كان جوارديولا فاز بيها وحصل على 3 نقاط كان تساوى في عدد النقاط مع جوزيه مورينيو، مع ان جوارديولا عمل موسم استثنائي وحصل على اعلى نادي حقق اعلى عدد من النقاط في تاريخ الدوري الانجليزي. يعني ده ابرز يعني ابرز الاحداث او ابرز المفارقات اللي انا كنت حابب اقولها لحضراتكم قبل ما نخش في الفقره المفضله لدى كل جماهير برنامج جورد سبورتس وقناه النادي الاهلي، وهي فقره الفيديوهات المتنوعه. بناخد لحضراتكم ابرز الفيديوهات اللي مش بتلاقوها غير عندنا هنا. هنبدا معاكم بفيديو في دوري الشباب او الفريق الثاني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، طبعا بطولة الكاس 1-0 للفريق المنافس وفريق أياكس متأخر، لكن الغريب أن حارس المرمى بيتقدم في آخر دقيقة من عمر المباراة علشان يحرز هدف التعادل لفريق أياكس، والمباراة تنتهي 1-1 وتذهب إلى ركلات الترجيح. الحارس نفسه ينقذ فريقه من هدفين والتصدي ليهم في ركلات الجزاء علشان يساهم بشكل كبير في صعود فريقه إلى الدور الثاني من منافسات كأس الكأس الهولندي لمرحلة الشباب. علشان كده هنشوف سيناريو ودراما غريبة جدا في مباراة أياكس في بطولة الكأس للناشئين، ونرجع نكمل مع حضراتكم. ومن الدوري الهولندي إلى الدوري الفلسطيني للدوري الدرجة الثانية، وهدف غريب جدا حصل بطريقة أغرب، أحداثه كانت صعبة جدا لكن في النهاية تم إحراز الهدف. تعالوا نشوف إزاي تم إحراز الهدف ده ونرجع نكمل معاكم. ده كان هدف عن طريق 3 خلفية مزدوجة أو 3 دبل كيك زي ما احنا عارفينها بالمسمى الكروي، لكن في الآخر أهم حاجة الفريق ينجح في إحراز الهدف، مش مهم الكرة تضيع لكن المهم إن الكرة تسكن الشباك. دوريات العالمية أو دوريات الدرجة الثانية أو دوريات اللي بيكون مش يعني مش ملقي عليها ضوء بشكل كبير بنحاول إن احنا نلقط فيها المميز أو بنحاول نلقط فيها الغريب، والغريب إن أحد المدافعين في إحدى الفرق قلش بطريقة غريبة جدا 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 وكان هيكلف فريقه هدف يعني ملوش أي داعي. في نفس الوقت المهاجم بدل ما يشكر المدافع على إهداره أو القلشة اللي قلشها علشان خاطر
يساعد الفريق المنافس في إحراز هدف، بيفشل أيضا المهاجم في إحراز الهدف بطريقة غريبة جدا جدا جدا. أعتقد أن محدش كان يتوقع، وحضراتكم لما تشوفوا الفيديو دلوقتي حالا عمركم ما تتوقعوا أن دي كرة ممكن تضيع أبدا. إيه اللي حصل فيها؟ تعالوا نشوف. Pitoresco nesse momento, minha mãe do céu. كلنا اكيد بنلعب بلاي ستيشن، وكلنا عارفين العاب الفيديو جيمز، واشهر حاجه بتكون موجوده على البلاي ستيشن هي لعبه كره القدم، سواء بقى على الجيم بوي، سواء على البلاي ستيشن، سواء على الموبايلات، لكن كله بيلعب بلاي ستيشن ولعبه كره القدم في الفيديو جيمز. لكن تخيلوا حضراتكم ان فعلا جزء من العاب الفيديو جيمز تتحقق في الحقيقه او في كره القدم الحقيقيه والفعليه عن طريق اضاعه فرصه غريبه جدا 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 شارك فيها كل او معظم لاعبي الفرقتين، سواء بالدفاع عن المرمى والدفاع عن عدم دخول هدف، وفي نفس الوقت الفريق اللي بيحاول وبيسعى الى احراز هدف كلهم فشلوا، والعارضه كمان بتساعد وبتساهم بشكل كبير مع الفريق المنافس ان هي تضيع الكوره. لكن الموضوع كان اغرب مما احكي لحضراتكم، علشان كده هنشوف ازاي البلاي ستيشن اثرت فعلا في حياتنا الحقيقيه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. Cipollani, open on the far side is Blanco. Cipollani goes this side to Rios. Rios can finish. Rios, back across, loose, still loose, drop. Oh my, cleared. Becker's got it. Back again. Cipollani, oh, off the post, still loose. What in the world? And Cipollani, open on the far side is Blanco. Cipollani goes this side to Rios. Rios can finish. Rios, back across, loose, still loose, drop. Oh my, cleared. Becker's got it. Back again. Cipollani, oh, off the post, still loose. كلنا شفنا ازاي البلاي ستيشن فعلا بيؤثر على حياتنا الحقيقيه، وممكن موقف يجي بالصدفه زي الموقف اللي بنقابله في العاب الفيديو جيمز. التشجيع والانتماء هو شيء اكيد مش مكتسب، هو شيء بيكون موجود في الدم. الابهات والابناء والعلاقه في التشجيع والذهاب الى مباريات كره القدم، وازاي الاب بينقل، الاب او الام بصراحه هم ليهم دور كبير جدا جدا في انتماء اولادهم، سواء بالتشجيع لاحد الفرق اللي بيتم تشجيع اولياء امورهم، او ان هم بياخدوهم الملعب وهم رايحين علشان يبداوا يعيشوا المسيره اللي اولياء امورهم عاشوها في الملاعب. والدوري التركي واحد من الدوريات القويه جدا اللي فيها تعصب بشكل كبير، لكن لما يوصل الامر ان اب ياخد ابنه لسه صغير ولسه مش بيتكلم ويبدا ان هو يخليه يحب فريق جلاتا سراي، اعتقد ان ده شيء مهم جدا في عالم كره القدم، وهو الانتماء. الانتماء بقى شكله عامل ازاي؟ تعالوا نتفرج ونرجع نكمل مع حضرتك. صالة لاعب فريق نونت واللي انتقل
في الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى نادي كارديف سيتي، واللي يعني على حسب تقارير كتير جدا سواء من شرطة البحث أو عن طريق الصحافة العالمية اللي أعلنت خبر وفاة صالة بعد فشل كل المحاولات في إيجاد أي شيء خاص بالطائرة الخاصة اللي نقلت صالة من فرنسا إلى إنجلترا بعد ما هبطت في الماء، وبالتالي أدت إلى تجمد جثة اللاعب وأيضا طاقم القيادة الخاصة بالطيران، وبالتالي صالة أعتقد أنه نسبة 99% فرص نجاته صعبة جدا جدا جدا. في مباراة نانت الأخيرة صالة هو لاعب برازيلي يرتدي القميص رقم 9، وبالتالي في المباراة الأخيرة حكم المباراة وقف المباراة في الدقيقة 9 علشان يكون في دقيقة حداد على روح اللاعب المتوفي لاعب برازيلي الجنسية. طبعا منظر صعب جدا جدا جدا، وشيء صعب جدا في كرة القدم ان يكون الجمهور مرتبط بلاعب او اللاعب مرتبط بجمهور، وبالتالي تنتهي العلاقة في الاخر الى حادثة وتؤدي الى الوفاة. في نفس الوقت وقبل المباراة بيوم كان وجود جماهير نانت في تدريبات نادي فريق نانت، وايضا قدموا العزاء والمواساة. والمدير الفني بقى خديلو زيتش المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري والمدير الفني الحالي لنادي نانت هو كان اكثر المتاثرين برحيل صالة. كلنا هنشوف دقيقة الحداد اللي تمت على روح امر حزين جدا ومؤسف للغاية من قبل بقى يعني كل جمهور كرة القدم، زعلان جدا من الموقف لكن هو أمر مؤسف وكلنا أكيد زعلانين جدا على رحيل اللاعب صالة. مرتة خلاص رسميا في أتلتيكو مدريد لإعارة لمدة موسم ونصف بعد ما تم إعلان عن صفقة ثلاثية. طبعا مرتة انتقل من تشيلسي إلى نادي أتلتيكو مدريد، في نفس الوقت اللي تشيلسي تعاقد فيه ايضا مع هيجوين المنتقل على سبيل الاعاره من يوفنتوس بعد ما كان موجود مع نادي ميلان الى نادي تشيلسي. في نفس الوقت اي سي ميلان بيتعاقد مع فياتك من نادي جنوا، وبالتالي صفقه حدثت وتمت. موضوع يعني صعب جدا لكنه سهل في الملاعب الاوروبيه. تعالوا نشوف تقديم مرتة في المؤتمر الصحفي وايضا في الاعلان عن تعاقده مع نادي اتلتيكو مدريد لمده. كرة القدم دايما بيكون فيها لقطات كل الجمهور بيحبها وكل الجمهور بيعشقها، ويعني بتكلم على ترقيصة حلوة، بتكلم على كوبري اتعمل بشكل جيد جدا، لكن بصراحة أنا أول مرة أشوف مهارة وأشوف لاعب عنده المهارة اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي في استخدام مهاراته بشكل فيه إحراج للمنافسين. إيه اللي حصل بقى؟ تعالوا نشوف. ده كان المهارة اللي قلت حضراتكم عليها، وطبعا كل جمهور كرة القدم بيحب اللقطات دي، لكن الأغرب من كل ده هو لما في كرة القدم في دوريات الهواة في مصر أو خارج مصر لازم بيكون في لقطات نادرة كده محدش بيشوفها كتير. الأغرب إن لاعب كرة قدم بيسخن وهو بيدخن سجاير. الموضوع كان مضحك جدا 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 لكنه غير مقبول وغير مرغوب فيه، لكن الفيديو والمنظر اكيد كان منظر لابد ان حضراتكم تشوفوه علشان تشاركونا ال- 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 الكوميديا اللي حضراتكم هتشوفوها من خلال التسخين واللعب، ونرجع نكمل مع حضراتكم. This Ross warm up live. That's Ross just warming up, doing his stretches. Any minute now, this young 26-year-old whose uncle's really his dad. He's just found out the other week. Getting ready to come on here. Just a couple of more exercises. Oh, he spotted me. لسه مكملين مع المهارة الخاصة بلاعبي كرة القدم، لكن من دوري الهواة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
الدوري الانجليزي الممتاز اكيد في لعيبه موجوده فيه على اعلى مستوى، من امهر اللعيبه اللي موجودين فيها ماركوس راشفورد لاعب الانجليزي، لاعب صغير السن، لاعب اللي ليه مستقبل رائع جدا 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 مع فريق مانشستر يونايتد او مع المنتخب الانجليزي. لكن في التسخين بيكون في بعض المهارات لكل لاعب بيظهرها من خلال تعامله مع كرة القدم. فريد اللاعب البرازيلي لاعب نص الملعب لفريق مانشستر وراشفورد حصل ما بينهم موقف غريب جدا جدا بالصدفة من أحد المشجعين اللي كانوا موجودين في طبعا المكان المخصص للجمهور اللي صور الفيديو وعلى طول راح عمل له أبلود على اليوتيوب علشان ينتشر بشكل كبير جدا 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 على مواقع التواصل الاجتماعي. راشفورد وفريد إيه اللي حصل ما بينهم؟ تعالوا نشوف. الدوري البرتغالي بس مش للرجال، للسيدات. مباراة اعتقد ان هي كانت من جانب واحد جدا جدا جدا، وهو نادي بنفيكا. نادي بنفيكا للسيدات هو نادي قوي بيحطم كل الارقام القياسية، لكن تخيلوا حضراتكم مباراة انتهت 32-0. ايوه 32-0 دي النتيجة اللي انتهت بيها مباراة ما بين نادي بنفيكا والمنافس جالا في طبعا يعني المباراة دي أدت إلى سخرية كبيرة جدا في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الصحافة العالمية. إزاي مباراة تخلص 32-0؟ ده لو بيلعبوا نفسهم عمرها ما تخلص 32-0. لكن جبنا لحضراتكم بالدليل القاطع ال 32 هدف علشان تتفرجوا على مدى السهولة اللي كانت موجودة في المباراة وإزاي لاعبة بنفيكا أو لاعبات بنفيكا نجحوا في إحراز 32 هدف. تعالوا نشوفهم بس ما تزهقوش ونرجع نكمل مع حضراتكم. نكسر بقى شوية كرة القدم ونروح للتنس. من أيام انتهت بطولة أستراليا المفتوحة وهي ضمن الأربع بطولات الكبرى في من بطولات الجراند سلام، وجوكوفيتش بيفوز باللقب بعد الفوز على نادال وبيحرز اللقب للمرة السابعة. طبعا بطولة كبيرة جدا ومباراة كانت قوية جدا ما بين نجمين، جوكوفيتش واحد من الأساطير اللي موجودة في عالم كرة التنس وأيضا نادال واحد من الأساطير. علشان كده هنشوف احتفال جوكوفيتش بفوزه بلقب أستراليا المفتوحة للتنس مع جمهوره ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الفيديوهات. زي ما في محبين لكرة القدم في محبين لنجوم التنس زي جوكوفيتش ونادال وفيدرر، أيضا واحد من الأساطير واحد من اللعيبة أيضا المهارية جدا 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 في عالم كرة التنس. لكن من نجوم كرة التنس لنجوم كرة القدم، النجوم المعتزلة اللي لسه عندها كاريزما كبيرة جدا ويعني كلنا بنحبهم وبنعشقهم بره أو جوه الملعب. ديفيد بيكهام واحد من اللعيبة اللي فعلا محدش بيعرف ما يتابعهاش فأي حدث بيكون موجود فيه، سواء كان في حملة إعلانية، سواء كان موجود في مباراة كرة قدم، ولا أيضا موجود في بعض المواقف الطريفة اللي بيشارك فيها في صالون حلاقة. بيكهام فاجئ الجميع، فاجئ كل الزباين اللي موجودة ان ديفيد بيكهام هو اللي موجود معاهم، لكن بشكل مفاجئ. ازاي حصل كل الموقف ده؟
تعالوا نشوف بيكهام ازاي تعامل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بنجيب لحضراتكم الحاجات المميزة جدا جدا جدا. لكن في كرة القدم في حاجة اسمها نيران صديقة طبعا. يعني ايه نيران صديقة؟ يعني ان انت تتسبب انت وزميلك في احراز هدف في نفسك او في مرمك. وبالتالي الموضوع بيكون كوميدي جدا جدا جدا. حارس المرمى اياك ان تلعب بالنار. والحارس المرمى هنا لعب بالنار وكان سبب ان الكرة تدخل في مرمى بشكل كوميدي جدا 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 وبدون اي مجهود للفريق المنافس. تعالوا نشوف ماذا تفعل النيران الصديقة في المنافس وفيك ونرجع نكمل تاني. طيب كان مفروض يكون معنا مداخلة لكن هنتابع تاني ولحد ما ترجع لنا المداخلة هنكمل باقي الفيديوهات ونشوف بقى في الكرة الخماسية وازاي بيتم إحراز الأهداف بسيناريو متفق عليه وبشكل رائع جدا. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. لويس سواريز وعائلة لويس سواريز واضح ان ابنه هيطلع مهاجم جامد جدا جدا جدا. كان في تحدي ما بين سواريز الاب وسواريز الابن في منزل لويس سواريز لكن مين اللي انتصر؟ تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. ده كان سواريز وابن سواريز واضح انه هيطلع مهاجم قوي جدا جدا جدا. لكن خلينا نشوف دايما الموهبه وانت صغير مش شرط ان انت تعرف تعمل لها تطور وتعرف ان انت تخليها حاجه كبيره جدا. ممكن يكون واحد واخدها هوايه. تدريبات فريق بايرن ميونخ دايما بيكون فيها اثاره ومتعه بسبب وجود تياجو الكنتارا اللي دايما بيحرز اهداف بشكل رائع جدا جدا جدا. لكن الهدف اللي احرزه في التدريبات اعتقد ان احنا محتاجين واحد زيه في مبارياته مع فريق بايرن ميونخ. تعالوا نشوف تياجو الكنتارا ومهارات عاليه جدا في احراز الاهداف ونرجع نكمل مع حضراتكم. كده احنا خلصنا معاكم كل الفيديوهات الخاصة بحلقة اليوم. افكر حضراتكم بشوية مواجهات في الفترات القادمة علشان قاطر اللي ما عرفش يلحقنا في اول الحلقة يكون سمعنا في نهاية الحلقة. عندنا لقاءات قوية جدا. قرعة الكاس اليوم اسفرت عن مواجهة الفريقين الكبار جدا جدا ريال مدريد وبرشلونة. اللقاء الاول هيكون يوم الاربعاء القادم يوم 6 فبراير الساعة 10 بتوقيت القاهرة. المباراة هتكون على ملعب الكامب نو. مباراة العودة هتكون بعديها بأسبوعين يوم 27/2 أيضا يوم الأربعاء. وبالتالي
هيكون في ثلاث مواجهات نارية في الكلاسيكو، اثنين في الكاس واحدة في الدوري. يوم ثلاثة هتكون المباراة الثانية في بطولة الدوري الإنجليزي في الدوري الأسباني ما بين برشلونة وريال مدريد. المباراة الأولى انتهت كام؟ كلنا أكيد فاكرين، انتهت بخمس أهداف مقابل لا شيء، والغريب أن ميسي ما كانش موجود في المباراة، وانتهت بالنتيجة الكبيرة اللي حضراتكم كلكم عارفينها. بكرة إن شاء الله هيكون في بعض المواجهات المهمة في الدوريات. بكرة إن شاء الله يعني بعض اللقاءات المهمة في الدوريات زي الدوري الأسباني. هتكون في مباراة الساعة 7:30 ما بين برشلونة وفالنسيا، الساعة 7:30. لكن طبعا كلنا ما ننساش المباراة المهمة والمرتقبة ما بين النادي الأهلي المصري ونادي سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا. لقاءات قوية على عيننا على رأسنا، لكن يبقى مباريات الأهلي هي الأهم بالنسبة لنا كلنا كأهلوية. 7:30 أعتقد أن احنا طبعا نلحق أن احنا نخلص المباراة ونتفرج بعديها على لقاء النادي الأهلي. إن شاء الله بكرة قناة النادي الأهلي يكون في استوديو تحليلي مميز جدا 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 مع الكابتن إسلام الشاطر، كلنا أكيد هنتابعه. ده بالنسبة لبكرة. يوم الحد هتكون في مواجهات قوية، يوم الحد هتكون في لقاء القمة ما بين مانشستر سيتي ونادي أرسنال، والساعة 6:30 بتوقيت القاهرة. نتمنى إن شاء الله إن أرسنال ربنا ينفخ في صورته ويقدر إنه يحقق نتيجة إيجابية على ملعب مانشستر سيتي في الوقت اللي تشيلسي بيخدم فيه فريق أرسنال وفريق مانشستر يونايتد بالخسارة المستمرة والتعادل المستمر في الدوري الإنجليزي. ويعني نتمنى إن شاء الله تبقى قمة ممتعة وفي نفس الوقت نتيجة سلبية من كل قلوبنا لفريق مانشستر سيتي. اليونايتد هيلعب الساعة 6:05 خارج ملعبه مع فريق ليستر. ليستر الله يكون في عونه بيخرج من ليفربول علشان يقابل مانشستر، وبالتالي يعني يوم حد في مباريات كتيرة جدا. أيضا في الدوري الفرنسي أولمبيك ليون هيلعب على ملعبه أمام فريق باريس سان جيرمان الساعة 10 بتوقيت القاهرة. بالمناسبة ما اتكلمتش في قضية مهمة جدا جدا جدا. نيمار بيغيب 10 أسابيع عن مواجهة أو عن فريقه خلال الفترة القادمة. نيمار واحد طبعا من اللعيبة المهمة جدا لفريق باريس سان جيرمان، لكن عايز أقول لحضراتكم سر غريب جدا. نيمار عنده حاجة غريبة، إن كل موسم من نفس التوقيت بيحصل له إصابة أو بيحصل له غياب. بعض الصحف اتكلمت وقالت ان في الفترة دي بيكون عنده او هو مرتبط بعيد ميلاد اخته اللي بيكون دايما مقام في البرازيل، اللي نيمار مش بيقدر ان هو يفوته من كل سنة. بمعنى ان موسم 2014-2015 في نفس التوقيت ده نيمار كان عنده ايقاف، 2015-2016 ايضا كان عنده ايقاف بيتعمد ان هو ياخد انذارين او ثلاث انذارات علشان يغيب عن فريقه من اسبوع الى اسبوعين علشان ما يكونش موجود في الفتره الحاليه. 2016-2017 جات له اصابه، 2017-2018 اصابه ضد فريق ريال مدريد في دوري الابطال واللي اثرت عليه في كاس العالم. ايضا في 2018-2019 بتحصل له اصابه وبيغيب عن فريقه. هنا سؤال، ليه بيحصل لنيمار في نفس التوقيت ده حدث يا اما بالايقاف او إصابة؟ نيمار هيغيب 10 أسابيع، شهرين ونص، يعني هيغيب عن أهم المواجهات المرتقبة لباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وهم ماتشين لفريقه أمام فريق مانشستر يونايتد. هنشوف هل باريس سان جيرمان بعد المبلغ اللي دفعه 222 مليون يورو، ده المبلغ المعلن بس، ده غير الفلوس اللي دفعت لوكيل نيمار ولنيمار خارج العقد علشان ينتقل ويتم إقناعه للعب لصفوف فريق باريس سان جيرمان. هنشوف ايه اللي هيحصل في الايام القادمه الخاصه بنيمار، هل ده ممكن ياثر عليه ولا لا في يعني المسيره او مسيرته مع فريق باريس سان جيرمان. طبعا يعني ايضا اخر حاجه بقى قبل ما اختم مع حضراتكم، في حدث مهم جدا، احنا دايما بنحب نلقي الضوء على الاحداث الغريبه.
من ضمن الاحداث الغريبه ان دايما برشلونه وارسنال اللي مركز قوي في كره القدم هيفهم اللي انا بقوله، ان في دايما تعاون ما بين الناديين. تعاون بعد ما دينيس سواريز لاعب فريق برشلونه انتقل على سبيل الاعاره مع لنادي ارسنال حتى نهايه الموسم، دايما في علاقه حب وتبادل لعيبه ما بين ارسنال وبين برشلونه. تييري اونري كلنا لو نفتكر وانتقاله من ارسنال الى نادي برشلونه، ايضا فابريجاس وانتقاله من ارسنال الى نادي برشلونه، بنتكلم في اليكسيس سانشيز وانتقاله من نادي برشلونه الى نادي ارسنال، الكسندر لاب اللاعب البيلاروسي اللي انتقل ايضا من نادي ارسنال الى نادي برشلونه، واخيرا دينيس سواريز اللي بينتقل على سبيل الاعاره من برشلونه لنادي ارسنال، وطبعا النجم الكبير جدا ايمانويل بيتي اللي ايضا كان بيلعب في نادي ارسنال ونادي برشلونه، ودي كان حاجه يعني صدفه غريبه جدا ما بين الناديين. وايضا النجم الهولندي اللي فكروني بيه دلوقتي هو فان برونكهورست اللاعب الاسطوري الهولندي الظهير الايسر اللي ايضا لعب في نادي ارسنال وانتقل بعديها الى نادي برشلونه. الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعه جدا جدا جدا، خلصنا معاكم كل حاجه موجوده، اخبار واحداث ومواجهات وترتيب للجداول وايضا هدافي الجولات من الدوريات العالميه. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من حلقات وورلد سبورتس على قناه الاهلي، كل اسبوع ان شاء الله يكون في كل ما هو جديد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.